يعني الاستلامه تاخده اللي لقلب المرمى، اتلعبت يا ولد مصطفى نصير، جول جوه، جول محمد نصير. لسه من ثواني بقول لحضراتكم عينينا على صاحب القميص رقم 99 محمد نصير يضع هدف اول للنادي الاهلي بالقميص رقم 99. الولد محمد نصير يضع الهدف الاول للنادي الاهلي، مواليد 99. محمد نصير واحد من اللعيبه اللي ظروف الاصابات اخرته كتير، يعني لولا الاصابات لمحمد نصير كان زمان محمد نصير واحد من اللعيبه الموجود. ادي الاستلامه، وادي الاختراق، وادي القرار، وادي بالقدم بباطن القدم اليمنى. يا ولد يا ولد يا محمد يا نصير يضع الهدف الاول، هدف الاول. ادي التحرك، قلت لحضراتكم واحد من اهم اللاعبين في النادي الاهلي. ادي نصير، وادي القرار يا ولد يا ولد يا نصير. وادي راح لمين؟ راح للكابتن عمرو انور، وراح لمقاعد البدلاء ليه عبد الرحمن. لم يستطيع فريق الجونه تحقيق اي انتصار. كمل مره ثانيه، يضغط النادي الاهلي، حط راجل، جول جوه، جول، هدف ثاني للنادي الاهلي. ادي زياده طارق، وادي الحاوي، ولكن الدور والمهمه من الولد مصطفى فوزي يلعبها وقاطع ولعب زياد طارق بالقدم اليسرى يسكنها الشباك، هدف ثاني للنادي الاهلي. لكن مجهود كبير من مصطفى فوزي في اللقطه والمشهد اللي فات، ويقابلها اللاعب زياد طارق علشان يضع هدف ثاني للنادي الاهلي. اثنين النادي الاهلي، لا شيء الجونه، هنشوفها مره ثانيه. ادي الضغط اللي عمله مصطفى فوزي على حارس المرمى، هي دي يا ولد على السنده، يا ولد على السنده الجميله. ادي السنده، شوف التريحه من الولد مصطفى فوزي، وادر باطن القدم اليسرى من اللاعب محمد شكري، وركله حره للنادي الاهلي، هيلعب ويعلق على القائم الاول، وادي ضربه الراس، جول 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 جول، جوه، جول، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق محمد حسام ميدو. محمد حسام ميدو يضع هدف ثالث للنادي الاهلي. اتلعبت العرضيه الجميله والركله الحره، وادي الكرات الثابته والسلاح المهم لفريق النادي الاهلي. ادي اتلعبت من شكري وقاطع ولد محمد حسام ميدو بضربه راس، يعني كتمها كده في الارض وعملت باندا تسكن الشباك. ادي ضربه الراس كتمها، يعني نفس الضرب، يعني ضربه الراس او الكره اللي كان. طبعا عايزين بقول لحضراتكم في غيابات على النادي الاهلي، يعني انت على القمه وعلى الصداره. بعد الكوره مصطفى فوزي، فوزي يا سلام، يسند لزياد، زياد انطلاق، انطلق انطلق زياد، جول 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 جول، جوه، جول، هدف رابع عن طريق اللاعب مصطفى فوزي. كلل مجهوده مصطفى فوزي ووضع الهدف الرابع للنادي الاهلي. هو اللي ابتدى الكوره والانطلاقه، وهو اللي لعب الباص مع اللاعب زياد طارق. خبرات مصطفى فوزي انه اتحرك مع الكوره، وتوقع، التوقع مهم جدا. ادي مصطفى فوزي، وادي التمريره، قلت لحضراتكم عمرو انور طور كتير. ادي لو لعيب غيره يقف، لكن مصطفى فوزي توقع ان الكوره ممكن تقع من حارس المرمى. وادي مصطفى، وادي البدايه، ادي مصطفى بيلعب لقاء كبير النهارده مصطفى فوزي. وادي انطلاقه، وادي السنده، وادي التصويبه، وادي التوقع والمتابعه والفولو على الكوره من اللاعب مصطفى محمد شكري. والركنيه للنادي الاهلي، ركنيه اتلعبت واتعلقت، وادي ضربه الراس، جول 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 جول، جوه، جول، هدف خامس للنادي الاهلي. نجم اللقاء الاول مصطفى فوزي يضع هدف خامس للنادي الاهلي، والركله الركنيه اتلعبت على القائم البعيد، وضربه الراس من نجم اللقاء الاول مصطفى فوزي وضع هدف خامس للنادي الاهلي. دلوقتي جماهير النادي الاهلي تقول لك عايزين الهدف السادس، يعني لقطه من اللقطات اللي دايما اول ما الهدف الخامس يجي جماهير النادي الاهلي على طول تفكر في الهدف السادس. هيطلع ابراهيم السيد، وهيطلع مصطفى فوزي، هينزل اللاعب احمد الشامي، وهينزل اللاعب عبد الرحمن سنجاب. ادي الهدف مره ثانيه اتلعبت، وادي مصطفى وارتقاء وضربه راس في قلب المرمى، قلب المرمى يا حبيبي. بص بص الطلوع، وادي يا السلام كاحد رواد الفضاء، يعني نقطة. شوبير وركله الجزاء ورضا شوبير، ولكن جول، جوه، جول،
هدف أول لفريق الجونة، هدف أول لفريق الجونة في الدقيقة 45، 5-1 للنادي الأهلي. هدف أول للاعب رضا السيد اللي بيكلل مجهوده، بيكلل مجهوده في هذا اللقاء كأفضل لاعبي الجونة في هذا اللقاء رضا السيد. شوف اللاعب طه محمود زعلان مصطفى شوبير، يعني بينه وبينكم زعلان، وادي انذار للاعب فارس طارق.